ان احنا بنستعد لمباراه مهمه جدا. بنتكلم على مباراه اللي جايه امام فيتا كلاب، مباراه مهمه جدا ان شاء الله يوم السبت. هتكون دي كمان لا تحتمل الخطا، يعني المباريات في مباريات يا سام كده لا تحتمل الخطا على المستوى التجهيز، على مستوى التركيز، على مستوى النتيجه. انت زي ما انت عارفه وكل جماهيرنا عارفين ان فيتا كلاب بيحتل قمه المجموعه بست نقاط، يليه النادي الاهلي بثلاثه، ويليه سيمبا وفي الاخر المريخ. لكن فيتا كلاب جاي بطموحات كبيره، جاي متصدر المجموعه، لازم يواجه فريق قوي على النواحي البدنيه، على النواحي الفنيه، كمان على الاداء الهجومي ان شاء الله يكون بشكل افضل. وده اللي النهارده بيعمله موسيماني، يعني الفتره ديت ان شاء الله موسيماني بيشتغل على كده. يعني وما احنا يعني فيتا كلاب هو 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 يعني بالظبط. فنتكلم على فريق جاي عنده حاله معنويه عاليه، فريق امكانياته كويسه، كسب بره ارضه المباراه اللي فاتت امام المريخ 4-1 اسف. فخلينا نتكلم ان موسيماني قفل تقريبا خلاص ملف طلاع الجيش. بنتكلم دلوقتي على الاستعداد القوي جدا، يمكن كمان النهارده كان فيه تدريب خفيف، بكره راحه ويستعد ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي يا سام لمباراه يوم السبت ان شاء الله. الكلام ده معناه انه الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا، وفتره لابد فيها من الجميع انه هو يساند الفريق علشان يحقق ويعود لانتصاراته ويعود الاداء الممتع مره ثانيه.